في سياق متصل وفي تصريح خاص لمركز الأخبار، عبر سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق وعدد من الشخصيات البارزة عبروا عن بالغ امتنانهم بتوجيهات جلالة الملك المعظم السامية، والتي أمر من خلالها بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، والعمل في سياق ذلك على أحياء قصر عيسى الكبير والأحياء المعروفة بمدينة المحرق، تكريما لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرامة. مشيدين في ذات الوقت بتوجيه سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بوضع خطة فورية للبدء في تطوير مدينة المحرق والمحافظة على هويتها التاريخية والثقافية. طبعا محافظة المحرق بكل أجهزتها بتكون معاونة لأجهزة الحكومة في تنفيذ كل ما يتعلق بالتوجيه الصادر من مولاي جلالة الملك حفظه الله وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر. القرار طبعا يعيد يعني مدينة المحرق العظيمة بكل ما تملكه من إرث ورجال إلى سابق عصرها على العاصمة الأولى، وهي أم المدن، وكل ما يتعلق بالتعليم والثقافة وكل العلوم المتمركزة في محافظة المحرق ومدينة المحرق بالذات. طبعا تلقينا الخطاب السامي لسيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه بإحياء فرجان المحرق وعودة أهالي المحرق إلى مدينتهم العريقة التي فعلا لها ماضي عريق، وكذلك إعادة قصر عيسى الكبير وإعادة الحياة فيه، وهذا طبعا يثلج صدور أهالي المحرق وإعادة تلك العادات القديمة التي توارثت عبر الأجيال. أهل المحرق الحقيقة اليوم يستبشرون كل الخير من هذه الكلمة السامية، ولهذا ليس بمستقرب من جلالته حفظه الله وطال عمره، فلا طالما يعني أتحفنا بالعديد من المواقف الإنسانية والمواقف الوطنية التي تعزز من مكانة هذه المملكة. نتوجه بالشكر الجزيل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وعلى كلمته السامية وما تضمنته من مضامين عديدة ومواقع ومفصلية جدا، وفيما يتعلق بالمحرق واهتمام جلالته بمدينة المحرق، فإن هذا الاهتمام وهذا التأكيد من جلالته بمكانة المحرق، فقد استقبلنا جميعا هذا الخبر المفرح، استقبلناه بصدور مفرحة وبسعادة غامرة غمرتنا جميعا في المحرق. بداية أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب الجلالة على الأمر يعني بالعناية بالمحرق وبالإحياء التراث والإحياء والفرجان القديمة، وطبعا والشكر موصول إلى سيدي صاحب السمو ولي العهد على يعني تفضله بإصدار التعليمات والحق الجهات الرسمية بسرعة اتخاذ القرارات. خطوة نوعية ونقلة نوعية تؤكد مكانة المحرق التاريخية والتراثية، وتؤكد أيضا يعني المواقع التاريخية الكبيرة اللي موجودة في المحرق.